السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح اول درس في الترم الثاني من الماس جورنال او منهج الماس الرياضيات Primary 1، الصف الاول الابتدائي الترم الثاني. وطبعا الترم الثاني بيبدأ بليسون 62 او الدرس 62. وطبعا قبل ما نبدأ في شرح درس النهاردة، احب افكرك واقولك انك تشارك الدرس ده مع اصحابك علشان الكل يستفيد، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب ياريت يكون معاك كشكول تذاكر منه وتراجع ورايا. وزي ما احنا شايفين ده الكوفر Primary 1 Math Journal Term 2 او الترم التاني 2018-2019. ونتنقل لأول صفحة، خليكم معايا. وزي ما احنا شايفين دي بيج 153 او صفحة 153 في كتاب Discover أولى ابتدائي Primary 1. والماس جورنال بيبدأ بليسون 62 أو درس 62. وعلشان نربط المعلومات مع بعضها هنعمل كويك ريفيجن أو مراجعة سريعة على الماس اللي احنا خدناه في الترم الأولاني علشان خاطر نقدر نربط المعلومات بشكل سليم، والمراجعة دي هتفيدنا جدا في حل الأمثلة والتمارين الخاصة بالترم الثاني كمان. فأول حاجة كنا خدناها في الترم الأولاني الأرقام من 1 to 100 أو من 1 لغاية 100. وزي ما احنا عارفين الأرقام من 1 لحد 100 هي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 85, 86, 87, 88, 89, and 90. 91, 92, 93, 94, 85, 86, 97, 98, 99, and 100. 100 اللي هي 100. ودي مراجعة سريعة على الأرقام من 1 لحد 100، لازم نكون عارفينهم كويس. تاني حاجة كنا أخدناها هي أيام الأسبوع أو days of the week. Days of the week أو أيام الأسبوع: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday اللي هو الأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة والسبت. وكنا عرفنا طبعا لما بنتكلم على أيام الأسبوع، لو قلتلك مثلا last day، last day اللي هي معناها yesterday، last day أو yesterday كان مثلا يوم Saturday، يبقى today المفروض يبقى إيه؟ شاطرين، يبقى النهاردة Sunday، today Sunday. طب next day أو tomorrow، next day المفروض بعد Sunday بيبقى Monday. فعرفنا الفرق بين last day، last day اليوم اللي فات اللي هي بين قوسين معناها yesterday، today اللي هو اليوم او النهاردة، ونext day، next day اللي هي اليوم التالي اللي هي بين قوسين معناها tomorrow، tomorrow يعني غدا. وعرفنا طبعا عن طريق ان احنا نعرف ايام الاسبوع ونبقى حافظينها كويس،
لو قلنا last day يوم يبقى today اليوم اللي بعد منه و next day اليوم التالي اللي بعد منه. وكنا أخدنا كمان في الترم الأولاني ال tens وال units. طبعا احنا مش عايزين ننسى أبدا ال tens وال units، الفرق بين الأحاد والعشرات. ال tens اللي هي العشرات اللي هي الخانة الأكبر اللي هي دايما بتبقى على إيدنا الشمال، واليونتس اللي هي الخانة الأصغر اللي هي الأحاد اللي هي دايما بتبقى على إيدنا اليمين، وبتبقى هي أصغر وحدات أو أصغر جزء في الرقم اللي احنا بنكتبه وبنقراه. فاليونتس بتبقى أحاد والتنز اللي هي العشرات. طبعا كمان احنا أخدنا الأطول والأقصر، ومش عايزين ننسى الأطول يعني اللونجر. longer يعني أطول، وده لو حد طويل أو جسم طويل أو حاجة أطول من حاجة بنقول عليها longer. longer يعني أطول. والحاجة الأقصر بنقول عليها shorter. وآخر حاجة كنا أخدناها في الترم الأولاني اللي هي الأماكن، in front of يعني أمام، لما بيبقى حاجة قدام حاجة بنقول عليها in front of. و behind، behind يعني خلف، لما حاجة بتبقى ورا حاجة بتبقى خلف حاجة بنقول عليها behind. و on the right of، on the right of، right يعني يمين، on the right of يعني على يمين. و on the left of، on the left of على يسار، و left يعني يسار. فاحنا عرفنا left يعني يسار، right يعني يمين، in front of يعني أمام، و behind يعني خلف. وطبعا دي مراجعة سريعة او quick revision على الحاجات اللي احنا خدناها في الترم الاولاني، وزي ما قلتلكو هي تنفعنا جدا في حل التمارين وفهم الجزء الخاص بالترم التاني لانها مكملة معانا لحد اخر السنة. فهنا lesson 62 او درس رقم 62 بيكلمنا عن measuring. measuring يعني قياس. measuring length يعني قياس الاطوال. بيكلمك عن ازاي بتقيس اطوال الحاجات حواليك، وبيقولك مثلا ممكن تستخدم وحدات صغيرة ان انت تقيس بيها اطوال الحاجات اللي حواليك، مثلا عصاية صغيرة تكون انت عارف طولها، او مثلا العصا الصغيرة بتاعت المصاصة اللي احنا بناكلها كلنا اللي هي بنسميها in English popsicle sticks. popsicle sticks يعني عصا المصاصة. وهنا بيعلمك ازاي تقيس اطوال الحاجات اللي حواليك سواء في البيت او في الكلاس روم في حجرة الفصل. فهنا في الدايركشنز بتاعت البيج دي بيقول لنا measure. measure يعني قيس. طبعا انت هتشوف حاجة حواليك وهتقيسها، هتقيسها بوحدة قياس زي ما قلنا عليها، هتكون عصاية صغيرة أو popsicle sticks اللي هي عصا المصاصة الصغيرة. يبقى هنقيس حاجة measure، then ثم بعد ذلك draw. draw يعني ارسم. a picture صورة of the object you measured للعنصر اللي انت قسته. يبقى انت شفت حاجة حواليك وانت قستها وبعدين هترسم لها صورة. write اكتب. the length، length الطول of the object next to your picture. هتكتب طول ال object ده او العنصر ده next to your picture يعني الى جانب بجنب الصورة اللي انت هترسمها. وهنا بيقولك 3 popsicle sticks for example، يعني 3 popsicle sticks يعني 3 عصا مصاصة for example كعلى سبيل المثال. يبقى انت هتقيس حاجة صغيرة طولها حوالي قد 3 عصيان من عصيان المصاصات الصغيرة for example على سبيل المثال. فانت ممكن مثلا تشوف كتاب صغير، تشوف كراسة صغيرة notebook، تشوف اي حاجة من الحاجات اللي حواليك وتقيسها ويكون مقاسها مش كبير قوي. على سبيل المثال 3 popsicle sticks قد حوالي 3 عصيان مصاصات. وبعد ما تقيس الحاجة دي وتعرف مقاسها كويس هترسم لها صورة هنا هوت، وهتكتب جنبها طولها قد ايه. والكلمات الجديدة هنا measure. measure يعني قيس. measure يعني قيس. then ثم بعد ذلك
draw draw يعني ارسم a picture picture يعني صورة صورة مرسومة of the object يعني للعنصر you measured اللي انت قسته write write يعني اكتب the length length يعني الطول of the object يعني للعنصر next to your picture إلى جانب next to إلى جانب بجانب your picture الصورة اللي انت هترسمها بكده شرحنا lesson 62 او الدرس رقم 62 نتنقل lesson 63 خليكم معايا ونوصل لpage 154 او صفحة 154 lesson 63 او درس 63 listen listen يعني استمع to the directions directions يعني الاتجاهات زي ما احنا قلنا من شوية احنا كنا عرفنا قبل كده left والright وin front of وbehind فبيقولك هنا listen يعني استمع to the directions to the directions يعني للاتجاهات given by المعطى بواسطة your teacher معلمك draw ارسم what the teacher asks you to draw ارسم اللي المدرس بتاعك هيقولك ترسمه فاحنا طبعا هنراجع مرة تانية على directions احنا عرفنا ان right يعني يمين شاطرين وleft يعني يسار on the right of يعني على يمين on the left of يعني على يسار وin front of يعني امام وbehind يعني خلف قولي يمين يعني ايه in English هتقولي right اقولك يسار يعني ايه تقولي left اقولك امام تقولي in front of اقولك خلف تقولي يعني behind وهناخد example صغير هوريه لكم دلوقتي وهنشرحه مع بعض زي ما احنا شايفين هنا يا اصحابي بيقول لك choose يعني اختار the correct answer الاجابه الصحيحه وهنا جايب لنا صوره فيها chair chair يعني كرسي chair يعني كرسي وولد او boy وبنت او girl وcat او قطه فهنا في اتجاهات مختلفه فهنا بيقول لك في المثال الاول the girl يعني البنت is هي بقى in front of ولا behind the chair البنت in the front of البنت in front of ولا behind the chair شاطرين هي امام الكرسي فيعني in English in front of the chair يعني البنت امام الكرسي فهي The girl is in front of the chair. طب تاني مثال بيقول لك the boy الولد is in front of ولا behind the chair. الولد in front of ولا behind the chair. شاطرين الولد behind the chair لأنه هو واقف خلف الكرسي زي ما احنا شايفين فيبقى the boy is behind the chair. طب تالت حاجة بيقول لك زكات يعني القطة is on the right of ولا on the left of the girl القطة على يمين ولا على يسار البنت احنا قلنا right يعني يمين و left يعني يسار فلو احنا وقفنا مكان البنت دي ايدنا اليمين هتبقى فين وايدنا اليسار هتبقى فين شاطرين دي ايدها اليمين ودي إلها اليسار فيبقى الكات واقفة على يمين البنت يبقى the cat is on the right of the girl لأنها جنب إيدها اليمين زي ما احنا شايفين يبقى مرة تانية the cat is on the right of the girl تمام؟ وبكده نكون شرحنا مثال صغير على الاتجاهات وكمان شرحنا lesson 63 أو درس رقم 63 وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة احب افكركم ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكوا كل جديد اول باول وما تنسوش الخصم الحصري اللي عاملاه موقع جوميا
لمشتركي قناة فلاش التعليمية. الخصم ده بيوصل ل50%، ولو حابين تستفيدوا بالخصم ده لازم تدخلوا عن طريق اللينكات الخاصة بالقناة، وانا اسيبها لكم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو استفدتم من الدرس النهاردة ولو استفادة بسيطة اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.